بدأت السيارات المصنوعة في الصين تجذب اهتمام المستهلكين في الشرق الأوسط، وذلك ليس بسبب الأسعار التنافسية فقط، بل بفضل الجودة والتكنولوجيا أيضا. أما في البحرين فجذب حفل إطلاق السيارات الصينية الجديدة أكثر من 20,000 مستهلك محلي. أطلقت شركة صناعة السيارات الرائدة في الصين GAC نسختها لعام 2017 من سياراتها الأكثر مبيعا GS4 في حفل إطلاق السيارات الجديدة في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وعرضت الشركة 8 من سيارات GS4 و8 سيارات GA6 بالإضافة إلى سيارات أخرى في حفل الإطلاق الذي استغرق يومين واجتذب 20,000 من دخلت شركتنا البحرين في عام 2015، لكن بعد سنة واحدة فقط قد أصبحت الشركة الصينية الأولى لبيع السيارات، فستبذل جهودا أكبر في توسيع وسائل التواصل مع الشركاء المحليين بإدخال مزيد من منتجاتنا من أجل رفع عدد المبيعات. من جانبه قال عادل حبيل رئيس التنفيذي شركة البحرين للتسهيلات التجارية الوكيل المحلي لشركة GAC إن الحفل يعتبر أكبر حدث لإطلاق سيارات جديدة في تاريخ البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن ثقته بالسيارات الصينية في البحرين نظرا لقبول العملاء. قمنا بعملية بحث واستكشاف إلى السوق الصيني فيما يخص السيارات الصينية. الاقتصاد الصيني ينمو وراح أنه يكون ينتقل من مرحلة التصنيع إلى مرحلة الإبداع. جدير بالذكر أن البحرين ليست من الدول المصنعة للسيارات، الأمر الذي أدى لمنافسة شديدة بين العلامات التجارية العالمية هناك، وقد شهد سوق السيارات الشاملة في البحرين انحسارا هذا العام بسبب رفع الدعم عن الوقود.